يوم الأمس التأم مجلس الأمن لتقييم ما أين وصلت إلى أين وصلت تحركات الأمم المتحدة من أجل إرجاع بعثة المنورسو التي طردها المغرب، إرجاع المكون السياسي والإداري للبعثة التي طردها المغرب. نحن نسجل في هذا المضمار أن الأمم المتحدة في هذا المضمار أنها اشترطت مجلس الأمن رجوع المكون السياسي والإداري. هذا المكون السياسي والإداري بدأ في الرجوع، إلا أننا نلاحظ أن البعثة في حد ذاتها لم تقم ولم تنهي مهمتها التي هي تنظيم الاستفتاء. نحن نطالب كطرف صحراوي بالتعجيل بتنظيم الاستفتاء، لأنه هو الاتفاق بين الطرفين، وهذه هي مسؤولة الأمم المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي. نحن نطالب إذن من المنظمتين أن يقوما بكل ما في وسعهما من أجل السلام في الصحراء الغربية المبني على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير وطبقا للاتفاق الموقع بين الطرفين. المغرب يوجد في عزلة كبيرة ويحاول إلها الرأي الداخلي المغربي والرأي الدولي بالكثير من المناورات، وآخرها كان تصريح المغرب بأنه سيرجع أو سيتخذ قرارا بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي على حساب الدولة الصحراوية. نحن نعتبر هذا مغالطة أولا، ثم مؤامرة لن تنجح.